السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله تكونوا مراح وفي صحة جيدة. أنا راني الحمد لله راني لبس عليا الحمد لله. جبت لكم أخبار جديدة ممكن تهمكم وتفيدكم. منذ بداية شهر جوان فرنسا دارت أمبلاسمون، دارت أن سيستيم وصنفت فيه البلدان إلى ثلاث قوائم، أخضر وبرتقالي وأحمر، ومن بينها الجزائر اللي صنفتها في القائمة البرتقالية. كاينين زوج شروط بوغ فياجي أون فرانس. أول شرط إذا كان المسافرين فاكسيني بالحقن الأربعة المعترف بها أوروبيا اللي هي فايزر، أسترازينيكا، وموديرنا، وجونسون جونسون. عليهم المسافرين فقط تقديم تيست بي سي آر أقل من 72 ساعة أو أنتيجينيك أقل من 48 ساعة، وما لازم وما عندهمش الحجر. ثانيا بالنسبة للمسافرين اللي ما عندهمش الفاكسا، اللي مازالوا ما داروش الفاكسا بوغ فاياجي أون فرانس، لازم لهم تقديم تيست بي سي آر أقل من 72 ساعة ولا أنتيجينيك أقل من 48 ساعة، وعند الوصول إلى فرنسا يخضعون إلى تيست أنتيجينيك، وعليهم يخضعون أيضا إلى الحجر الصحي لمدة 7 أيام، لكن في بيوتهم ولا في البيوت اللي رايحين لها ولا بيوت أهلهم. ومن هنا هذا هو الخبر الجديد اللي شركة أسل أغلين دارت مصلحة جديدة، يعني إلى مي ان سيرفيس. كما تعرفوا كامل بان 5 شركات طيران تعمل بين الجزائر وفرنسا، اللي هي اير فرانس، ترانزافيا، فيلينغ ايرلاين، اي اير الجيري. الشركه الثلاثه الاولى تضمن رحلات تجاريه ذهابا وايابا، ورحلات خاصه استثنائيه تعمل للاجلاء ذهابا فقط من الجزائر. بدورها هذه شركة الطيران أسل إيرلاين دارت مصلحة لتسهيل لديمارش قبل الرحلة، حيث اليوم الأربعاء 7 جويلية أنشأت مصلحة جديدة نوفو سيرفيس لمسافريها انطلاقا من الجزائر. هذه المصلحة بالاشتراك والتنسيق مع VFS Global Algérie البروبوز لمسافريها لأخذ موعد سريع وسهل لعمل لتست، تست بي سي آر خاص بالمسافرين. هذا التست فقط للسفر، وهذه المصلحة الآن متواجدة في الولايات الأربعة التالية: الجزائر، بوليدا، بومرداس، وتيبازا. وفي المستقبل سوف تفتح مصالح أخرى في الولايات المتبقية كما نشرت هذه الشركة. المخبر الجزائري هو المسؤول على لي تيست سيرتيفي بار لو مينيستير دو لا سانتي الجيريان بالتنسيق مع معهد باستور. والدولة قد وضعت أسعار هذه الكشوفات بكل توضيح للشركات الفرنسية. إن شاء الله تكونوا استفدتوا. شكرا والسلام عليكم.